جرى في أسوان، نشوف أسوان كمان وحزم مستقبل وطن، وهذا أيضا الإقبال الكبير، أحد المؤتمرات الشعبية الكبيرة التي نظمها حزم مستقبل وطن في محافظة أسوان لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي. وطبعا زي ما حضراتكم بتشوفوا طبعا أهالينا في أسوان لهم كل التحية، وبيبقى يعني أجواء جميلة جدا، أجواء الانتخابات بتبقى أجواء احتفالية. وعايز أقول لحضراتكم بتبقى كمان في ناس يعني يمكن بتشوف بعضها، بكلمكم بجد، في ايام الانتخابات تفتح بيوت ناس كتير جدا، ناس تشتغل في الدعايه الانتخابيه، وكل واحد وبيبقى في ناس بتحقق يعني فرص كويسه ودخل كويس وانفاق كويس ودعايه، وكل واحد عايز يؤدي يعني بيبقى لها زخم كبير، عائلات كلها. وانا بقول لكم يمكن عندنا في الصعيد موضوع الانتخابات ده بيبقى لنا طول عمرنا كده، يعني يمكن ساعه ما عرفنا حاجه اسمها انتخابات، تبقى الايام دي بتبقى ناس بتستنى انتخابات بجد. انا بكلمكم حتى يمكن من السبعينيات واحنا بتكلم على الحكايه دي، تمانينات وبنعمل مؤتمرات انتخابيه ازاي، في بتكون طبعا يمكن برلمان بدا كان هو اللي زخم كبير، لانه قبل كده كان عندنا استفتاءات في مصر لحد 2005، ما كانش عندنا انتخابات للرئاسه لحد 2005، كانت اول انتخابات عندنا انتخابات رئاسيه. بعد كده دخلنا على انتخابات الرئاسيه، فشوف بقى العائلات بتعمل ايه، وناس مع بعضها بتنظم ازاي، والناس في الوقت ده كله شغال، كله عربيات الاجره شغاله، والكله بيشتغل عشان ينقل اللجان ويودي اللجان، والناس يتفقوا مع بعض هنروح امتى نتقابل ايه، مين هيبقى في اللجنه الفلانيه، طب مين هيمر على اللجان، طب مين مسؤول عن ميه، مين مسؤول عن اكل، مين مسؤول عن العائلات مع بعض. هو ده عندنا كده، عندنا في الصعيد كده، واعتقد ده اعتقد محافظات كلها بيبقى كده يعني، ولكن بتكلم على الاقل اللي انا يعني عشناه يعني. طب مين هيجيب الناس اللي هم كبار سن مش قادرين ينزلوا، حد يروح يجيبهم. طب السيدات وبناتنا اللي هم عشان يروحوا امتى الساعه كام، يدخلوا مع بعض، يروحوا مع بعض في توقيتات معينه، يبقى في ناس معاهم واقفين قدام لحد ما يخلصوا ويروحوهم يوصلوهم تاني. كل ده بقول لكم عشان بيبقى في حاله ممتازه جدا والله، تبقى حاجه جميله جدا. فاللي انا شايفه في اسوان، انا عارف اسوان عاملين ايه، اللي انا هو ده اللي يبقى عندنا في الصعيد. فلهم تحيه لاهالينا في محافظه اسوان وحزب مستقبل وطن ايضا، وجهد كبير جدا ودور كبير جدا لحزب مستقبل وطن. وزي ما بقول لكم يعني هنلاقي مختلف الاحزاب، والنهارده يمكن بعد شويه هيكون عندنا تقرير كمان لعدد كبير جدا من الاحزاب السياسيه ايضا الداعمه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تتابع حزب مستقبل وطن ايضا ودعم للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي من محافظه اسوان. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وما أحوجنا إلى قائد حكيم يصدر قرارا بحكمة بعد دراسة وبعد تحليل وبعد عقلانية، فهذا في صفك فخامة الرئيس، فنؤيد ونبارك من هنا من أسوان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مصر العربية. إننا نبايع ونؤيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
الذي أتى إلى مصر موهبة من الله سبحانه وتعالى. كيف يكون موهبة من الله سبحانه وتعالى؟ الكتاب المقدس يقول بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيء، والقرآن الكريم يقول خلقنا كل شيء بقدر. إذن من أتى به إلينا منقذا لمصر هو الله سبحانه وتعالى. هنروح لأيه؟ هنختار رقم واحد، هنختار النجمة بكل أولادنا بأسرنا. إننا من خلال هذا اللقاء نوجه الدعوة إلى كل أبناء الوطن العزيز للمشاركة وممارسة الحق الدستوري، وأن تكون إيجابيا والوقوف خلف القائد، فإنها أحوج ما تكون فيها مصر إلى كل فرد من أبنائها، وأن يدعم أبناؤها قائدهم ورئيسهم